صراحة تفاجأت أن بزاف الناس ما تيقوش أن المنتخب المغربي فاز بهدفين لواحد على الأرجنتين، لأنه بزاف الناس مع يعني نهاية المباراة مشاو مباشرة ما تبعوش الأحداث وما عرفوش بأن الصفارة نهائية ما كانش، وأن الحكم قرر أنه يعود إلى المباراة واستكمال 3 دقائق. فمع بداية هذه ال3 دقائق مشى مباشرة إلى الفار ليتأكد بأن هدف الأرجنتين غير صحيح وأنه تسلل، فإلغاء الهدف. ثم بعد ذلك تلعبت 3 دقائق ثم 0 نهاية المباراة، وفازت المغرب. الحق يعود إلى أصحابه، لأن صراحة كان هناك تعدي كبير من الحكم على المنتخب المغربي، ضاف 15 دقيقة كأنه كيقول يعني لن أصفر إلى أن تسجل الأرجنتين. فإذا هذا هو السيناريو، فما غاديش نهضروا بزاف على الفنيات. المهم أنه فزنا في هذا اللقاء القوي الصعب أمام واحد من أعتى المنتخبات العالمية. إذا مبروك للمنتخب المغربي، والقادم أفضل إن شاء الله.